علاقة الرجل العنزة مع مولد برج الحصان لا صعبة صعبة، هذه المرأة الشديدة اللي تحتاج أيضا رجل شديد، تحتاج ما ممكن أن هذا العنصر الياني خالص ما ممكن أن يتقبل مولد برج العنزة المتقلب الكمالي اللي المرأة الحصان تحتاج إلى رجل هي في حالة صراع مع الحياة، تحتاج إلى رجل قوي، تحتاج إلى رجل يقف معها في شدائد الحياة. المرأة الحصانة إنسانة أنانية أيضا، والأنانية الحصانة ممكن أن تتفق مع إنسانية وعاطفية الرجل العنزة، فبالتالي هذه العلاقة فيها الكثير من التوتر.